دعمه للختام ب50,000 ريال. نشكر محمد بن ناصر بن حمود الشافي على هذا الدعم الغير مستغرب من ابو ناصر. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا وعلى بركه الله تعالى اذا اعلنت هذه الانطلاقه واندفاعه هذا الشوط وانطلاقه هذا الشوط. ننطلق واياكم الى الصداره والمقدمه لنرى هنالك الانطلاق والاندفاع هنالك على الصداره. هنالك من ينطلق، هنالك المجهول من ينطلق على الصدارة، بينما ثاني الأسماء ينطلق هنالك عبد الرحمن بن سلمان أو هنالك على الصدارة والمقدمة ينطلق شعار محمد بن علي بن قريع المري على الصدارة مع الفيصل وتحديات الفيصل. ينطلق بن قريع على المقدمة والصدارة، بينما ثاني الأسماء هنالك شعار سيف بو حمد المنصوري مع السلع وانطلاقة السلع. ثالثا هنالك مطرب مهراس بن جابر بن عون الهاجرية والقادم كذلك من الجانب الآخر. هنالك الانطلاق مع شعار سمير بن طارش الشمرية مع شاهين والقادم كذلك ناصر بن فهد بن شويمية الهاجري والقادم شعار سعد بن مصعب المرية. من ينطلق؟ نعود، نعود إلى الصدارة وإلى شعار بن قريع. من انطلق وغادر إلى الناموس؟ ينطلق محمد بن علي بن قريع المرية هنا على الصدارة والمقدمة، هنا مع الفيصل من دون أوامر ولا تعليمات. الركض التلقائي والدفع التلقائي مع شعاره المميز هنا على الصدارة والمقدمة، هنا بالانطلاق واندفاعة الفيصل الممتازة في هذا الشوط الممتاز من دون أوامر ولا تعليمات. تهانينا للإمبراطور على هذا الفوز والانتصار. صار ثاني مراكز هنالك سعيد بن مصعب المري، وثالث مراكز هنالك الشعار عبيد بن محمد بن بعيران المري، رابع المراكز مشبب بن محمد القحطاني، وخامسا نترك لجنة الخط والتحكيم. تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء لمالكي الفيصل محمد بن علي بن قريع المري على هذا